إذا في عنا عمارة، هاي العمارة هون النومينال بوبوليشن تبعتها ألف وتمامية وعشرة شخص. هلا راح تشوفوا هاي العمارة شوي غريبة، لأنه الأوبزيرف بوبوليشن تقريبا 50% أو 58% الحدود تقريبا 55% من النومينال بوبوليشن، معناها عدد الناس اللي بوصلوا خلال الساعة ونص. راح نعمل سيرفي ديوريشن، والسيرفي ديوريشن ساعة ونص. إذا بنعمل سيرفي لمدة ساعة ونص، خلال هاي الفترة الأوبزيرف بوبوليشن اللي وصلوا خلال الفترة هاي تسعمية وخمسين، ثلاثة وخمسين شخص. إذا عندي بالحالة هاي يعني بعتبر إنه عدد قليل هذا. هلا بدي أبني، يا ببني على النومينال بوبوليشن وبعطي الريزلت، يا ببني على الأوبزيرف بوبوليشن وبعطي الريزلت. هلا السبب إنه عدد الناس اللي بوصلوا طبيعة العمارة فليكسبل وركينج فيها، مش يعني زي بنك مثلا. يعني لو عندي بنك والبنك هذا في ناس محددين بيشتغلوا بساعات محددة، بوصل بأوقات محددة، احتمال كبير يكون النسبة هاي أعلى بكثير بالنسبة للنسبة هاي. فإحنا رح نعتمد الـ Observed Population ورح أشتغل عليها، رح أعتبر هو الرقم اللي رح أقسم عليه، ورح أعتبر إنه U بتساوي 953 شخص. هذه أول شيء. هلا السيرفيز اللي نعمله، نعمل تو سيرفيز، نعمل إن لوبي سيرفي، لوبي سيرفي وإن كار سيرفي. من اللوبي سيرفي راح نطلع الاي ار، بس نتذكر انه الاي ار بالحاله هاي بتشمل بس الانكمينج والاوتجوينج، ما بتشمل الانتر فلور. فبدنا نرد نعدل مره ثانيه على الاي ار بحيث انها نخليها تشمل الانتر فلور ونكبر الرقم، لانه في شيء ما راح نقدر نشوفه من اللوبي سيرفي. نبدا اول شيء باللوبي سيرفي. طبيعه اللوبي سيرفي الطريقه اللي نعمل فيها، خلينا اكبر ارد هاي، نعمل هون هلا معمول من تقريبا اظن 9 و5، من 9 و5 الى 9 و19. هو السيرفي الحقيقي ساعة ونص، انا اختصرت منه وطلت الفترة البيك اللي فيها الذروة. هلا اذا بتطلعوا على السيرفي هذا معمول بطريقة مختلفة شوي عن الفورم اللي حكينا عنه المرة الماضية. هون معمول كار باي كار، فهذه هون هذا الزمن، خليني اكتبه، هذا الزمن تايم اوف ديبارتشر، لما المصعد تسكر وطلع وراح. خليني اكبر هاي. هون عندي lift number، يعني رقمه في عندنا 6. فإذا بتطلعوا الأرقام هي عم تتراوح من 1 3 5 6، مزبوط؟ ففي 6 بهاي الجروب، في 6 مع بعض. هلا أحيانا بهمنا نعمل السيرفي بالطريقة هاي، مش بالطريقة اللي حكيت لكم إياها المرة الماضية اللي هي دقيقة دقيقة، لأنه هون بقدر أميز أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة بقدر أعرفها أكثر عن العمارة. هلا هذا مش بالضبط نفس المعلومات اللي هناك، لانه هون احنا عم نتطلع لما سكر الباب وطلع قديش طلع فيه، كم عدد الناس اللي طلعوا فيه. هلا هذول باسنجرز ليفينج، يعني لما فتحت الاليفيتر كار على الطابق الارضي كم واحد طلع، شو يعني طلع على اللوبي؟ يعني اوت جوينج. هذول اوت جوينج باسنجرز. في ناس اوت جوينج بهذا الوقت، الساعه 9:05 وصل، هو وصل يمكن 8 8 وربع 8 ونص، عمل اشياء معينه هذا وبعدين رد طلع، عنده اجتماع، عنده شيء زي هيك. اوكي، في عندنا اوت جوينج ترافيك. اذا هذول نمبر اوف باسنجرز ليفينج، هذا باسنجرز بورتنج. هذول طبعا لازم يكونوا، لانه هذا هو الانترنس، ورح نفترض هون انه هذا الانترنس الوحيد، والا لو انه مش الانترنس الوحيد ايش لازم اعمل؟ لازم اكون اعمل سيرفي على الانترنسز الثانيه واجمعهم. اوكي، فرح نفترض هون انه عندي سنجل انترنس، مثلا سنجل انترنس والبقيه كلهم اوكيبنت فلوس. اوكي؟ نعم، ايوه تفضل. ليفت نمبر، ايش الليفت نمبر؟ ليفت نمبر بس ارقامه، في 6 ما هم. انا هون ميزت بينهم، حددت كل مره مين اللي ترك. في 6 مصاعد. ايوه في 6 مصاعد، نعم. بتسليش؟ الباسنجر بوردنج كم؟ عدد الباسنجرز اللي طلعوا. يعني بنقدر نعمل منها الانكم. طبعا طبعا طبعا، بس انا هون اخذتها بشكل مختلف شوي عن الطريقه اللي شرحناها. الطريقه اللي شرحت لكم اياها بتطلع امتى الناس وصلوا بغض النظر امتى طلع المصعد، هذيك اصح كارايفل ريت، هذه اصح، هون اكثر بتعطيني شيء معلومات عن المصاعد نفسها. كمان هون انا حطيت معلومه انه اذا فتح الباب مره ثانيه، احيانا برد بفتح الباب لانه في ناس متاخر، شخص بيجي متاخر بشوفه متاخر بفتح له الباب، هاي طبعا رح تاثر على اداء السيستم
وهون في أربعة left behind، يعني إنه في أربعة كانوا واقفين وشافوا لهذا فتح وسكر وتركوه، لأنه الخدمة جيدة هون بشكل عام، رح تشوفوا الخدمة بشكل عام جيدة، في عنده ثقة إنه رح يوصل مصعد سريع، ما حاول يتحش حاله ويدخل هذا نفس الشيء، هون واحد هون ثلاثة مثلا هون سبعة ثلاثة، أوكي؟ لا فيش. لا هذول كومنتس يعني بشكل عام. كومنتس انت بتحط حسب ما بتشوف مناسب، يمكن تلاقي في مكان ثاني فيش حاجه تحط هدول كومنتس، بتحط كومنتس ثانيه مثلا خرب الباب، علق الباب مثلا، في مشكله ضل يعلق الباب مرات كثير، هاي مهمه انك تكون لاحظتها وانت حطيتها فرضا. مثلا ممكن واحد اجى بترولي كبير، عارف الترولي العربايه، دخل عربايه كامله، كويس انك تحطها ملاحظه هاي، انك يعني انت كمهندس، مهندس عينك دائما مفتحين، بتطلع بتشوف على، مش بتضلك ماشي على الهاي، بتشوف ايش في شغله مناسبه مهمه، هذا بتحط لاحظها، يمكن تكون مهمه جدا في هذيك اللحظه رغم انه ما كان مطلوب منك انك تعملها لما بديت. طيب هلا احنا زمن هذول شو بدنا نعمل؟ بدنا نطلع البيك. هلا الطريقه اللي راح اعمل هلا هون، لاحظوا هذا مش بس انكمينج ترافيك، لو انه انكمينج ترافيك كان ما بيكون عندي غير هذول بس ومباشرة بطلع منهم الـ AR، لكن الحقيقة هاي العمارة فيها ميكس، فيها بنفس اللحظة رغم انها الساعة 9 الصبح، في ناس عم بدخل، في ناس عم بيطلع، وفي ناس عماله بيعمل انترفلور ترافيك R زي ما راح نشوف. الانترفلور ما راح نشوفه هون لأنه هذا الطابع هذا هو لوبي، هذا انكمينج، هذا انترنس اكزيت فلور، مش اوكي، مش داخل المصعد، من داخل المصعد بنقدر نعرف الناس اللي دخلوا وطلعوا. هلا كمان هون محطوط بالثواني اللحظة اللي ترك فيها، سكر الباب وطلع، لذلك هدول ما بيمثلوا دقيقة، هاي ما يعني الخمسة هدول مش دقيقة، فاهمين؟ وين الخمس دقائق مثلا من بداية هاي ما فيش، اللي قبلها كانت أربع دقائق فأنا شلتها، فهاي أول واحدة بالخمس دقائق، بدي أنزل خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، يعني لأول العشرة لازم أضل نازل، هاي أول العشرة، إذا هدول بيمثلوا خمس دقائق، إذا جمعت كل هدول مع هدول بيمثلوا لي عدد الناس اللي دخلوا وطلعوا خلال خمس دقائق، اوكي؟ وهدول بكونوا مجموعهم هم الانكمينج والاوتجوينج، فانا جمعت الارقام هدول بالاكسل، فهذا الرقم عفوا اللي جمعت هذا هو مجموع هدول الرقمين، فهذا الرقم اللي هو 11 هو مجموع عدد الانكمينج والاوتجوينج. هلا بدنا نعمل موفينج ويندو، هذا بس عباره عن مجموع هدول الاثنين، فجمعنا 9 و2 11، ففي كل رحلة قديش عدد الناس اللي دخلوا وطلعوا، فمجموع الانكمينج والاوتجوينج ما بيمثل عندي الانترفلو. هلا بدنا نشتغل بحيث انه نلاقي البيك 5 مينتس، مضبوط؟ هلا الصعوبة هون ما بقدر احط ويندو عرضه 5، ليش؟ ما بضمن الثواني، لأنه ما بضمنش الثواني بالضبط، فبدنا نشتغل، بدنا نصير ناخذ خمسة، فبدي اخذ خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة بدون العشرة، مش هيك؟ بعدين بدي اخذ ستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة بدون ال 11، فرح نعملها هون بالاكسل، يمكن اسهل شيء، ونطلع تحت رح يعطيني المجموع تحت. فهلا بدكم تبدوا تشتغلوا معي شوي شوي، نحط الارقام هاي، فرح ابدا هون، رح اجي من اول الخمسه لاول مين لازم تكون؟ لاول العشره، مزبوط؟ هل هاي اول العشره؟ قديش عندي المجموع هون؟ 68. فرح نحط هلا هون عندي من 9 و5 ل9 رح نسميها 10، قديش مجموعهم هون؟ 68. بعدين رح ناخذ هلا من بداية 6، هي بداية 6 مضبوط؟ لبداية 11، فبدي اشمل بس ال 10 هاي، مش هاي ال 10 مضبوط؟ قديش طلعت هاي؟ حد يسجلها عنده عشان ما اضطرش ارجع له بعدين نكتبها. بعدين رح ننزل نهمل الستة ونبدأ من السبعة ورح نروح لبداية 12، مش هيك؟ وهي أعطتني 56. بعدين رح أروح من بداية 8 لبداية 13 اللي هي 54. في كمان؟ لا 13 بصير بعدين بكون دخلت على 13، مضبوط؟ بعدين بدي آخذ هلا من أول التسعة، هاي أول التسعة لأول الأربعتاش، هاي أول الأربعتاش مضبوط، 52. بعدين بدنا نروح أول العشرة، هاي أول عشرة، 10 و5 15 لأول الخمستاش، هاي 58.
بعدين بدنا ناخذ اول ال11 هاي اول ال11 مش هيك اول 11 11 و5 16 اذا لاول ال16 69 بعدين راح نروح من اول 12 هاي كلها باليدويه بدكم تعملوها بالامتحان 12 12 و5 17 هاي اول ال17 مزبوط 60 بعدين بدنا نروح من اول ال13 13 و5 18 لاول ال18 57 بعدين من اول ال14 لاول ال19 79 هلا يمكن الخيار تبعي هون ما كان موفق كثير لانه احنا انتهينا بقديش 79 الاحتمال انه يمكن البيك لسه جاي فالمفروض انا اخذ ديتا اكثر لكن انتوا فاهمين هذا هلا المفروض تكمل انت وتتاكد انه فعلا بينزل هذا قديش اذا الارقام اعطيني نور الارقام اللي طلع معك 68 بعديها ايش كان 54 50 54 بعدين 56 50 56 54 54 52 52 58 58 69 60 69 60 60 57 57 79 70 79 زي ما حكيت لكم المفروض حنكمل من هون بس احنا وقفنا هلا هدول رح يصيروا 9 هاي رح تكون 9 و10 الى وهاي 9 و11 وهاي 9 و12 وهاي 9 13 9 14 9 15 9 16 9 17 و 9 18 إلى 9 لا دكتور مش هيك أول واحدة 9 و 6 هاي مش 10 هاي لازم 6 طب نبهوني تركتوني أكتب كل الأرقام هي 9 و 5 إذا هاي 5 هاي 6 هاي 7 هاي 8 هاي 9 هاي 10 11 12 13 ولحانا 14 مش هيك 14 إلى 19 أو لا إلى 20 يعني 14 و5 19 مش هيك لأول 19 أوكي ماشي إذا هلا هون من هاي واضح زي ما حكيت لكم هو المفروض إني أكمل من هون بس رح آخذ الآن هاي كممثلة للبيك 79 79 على ايش بقسمها؟ 953 هلا اذا بنحط هون هلا arrival rate لكن في هون condition ايش الكونديشن؟ هدول بس incoming و outgoing بتساوي 70 79 على 950 53 هاي حولناها لبرسنتج in 5 minutes مضبوط؟ قديش تطلع؟ 79 على 953 8.3 اوكي كويس لكن بدنا نتذكر هذه بس incoming و outgoing اذا هنحط هذا الرقم لجنبهم هون راح احط هلا AR incoming زائد outgoing بيساوي 8.3% ماشي اوكي هذا هاي النتيجه نتيجه مهمه